دكتور، سؤالي الأول وفي هذه الفقرة، ما هي هذه المضادات للأكسدة؟ نعم. سيسمعها طبعا المشاهد، ربما يسمعها تكرارا ومرارا لكن لا يعرف ما هي، ما معناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هذا ما يميز هذا البرنامج، لأن لم نعد نتكلم عن سعرات حرارية وعن فيتامينات وعن أشياء هكذا. هذا الحديث كان يعني حديث الستينيات والسبعينيات، أما الآن أصبحنا نتكلم عن الجذور الحرة وعن الفيتوستروجينات وعن مضادات للأكسدة، وهذه هي المكونات التي ما نقصت ظهرت جميع الأمراض. لما تكون مضادات الأكسدة يعني أقل من 35 ميلي جرام في اليوم يصاب الجسم بأمراض. يعني هذا الحد يعني كان بعض الباحثين أظن في ألمانيا، هم اللي حدوا تقريبا 35 ميلي جرام في اليوم. فكل النبات، ولو يعني تفضلت حضرتك في المقدمة يعني حول هذه اللائحة كي لا نحصر يعني اللائحة، ولكن هو كل أنا ذكرت بعض منها. كل النبات في مضادات الأكسدة، كل النبات. الحبوب النشوية، القطاني، الخضر، الفواكه، خشاش الأرض، الفواكه الجافة، حتى طحالب البحر، طحالب البحر فيها مضادات للأكسدة، حتى الأعشاب الطبية، أوراق الأشجار، يعني كل النبات فيه مضادات للأكسدة، لأن خلق النبات هذه المضادات للأكسدة هي النبات يعني مجبر على تمثيلها، على يعني على صنعها، مجبر، لأن يقاوم بها الحشرات ويقاوم بها الأمراض. فالزعتر مثلا لما يغلى يعطي ماء أحمر، الشجر الفلين أو البلوط لما يغلى يعطي ماء أحمر، الخرشوف لما يغلى يعطي ماء أحمر، الزيتون لما يغلى يعطي ماء أحمر، الشاي لما يغلى يعطي ماء أحمر. لماذا هذا اللون؟ نعم، لهذا اللون، نعم، يتأكسد، لأن هذه المضادات هي سريعة التأكسد، ومع الأكسجين الموجود في الهواء طبعا فهي تتأكسد بسرعة. وأن الله سبحانه وتعالى عبر عن المضادات للأكسدة باللون في القرآن، يعني قليل من يعلم أن آية في سورة النحل تخص المضادات للأكسدة. وهذه الآية سبحان الله، يعني لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الأنعام والخيل والبغال والحمير، ثم الماء، ثم النبات، ثم السماوات والأرض، ثم جاءت يعني آية هنا، يعني لا هي ما وبعدها سيكون السمك. فيعني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. لأن اللون، هذه المكونات تعرف باللون، تعرف باللون في الطبيعة، لما تكون الفواكه والخضر لها لون، يعني اللون الأصفر واللون البرتقالي وكذلك اللون الداكن، اللون الأسود. فهذه الألوان تعني أن هذه المادة تحتوي على كمية كبيرة من المضادات للأكسدة. أو لما يعني هذه المكونات لا تراها هكذا بالعين، ثم لما نقشر الخضرة مثلا أو نغلي شيء يعطي هذا الماء الأحمر أو أسود، فهذا الاشتداد وهذا تغير اللون هو يعني أن المادة غنية بالبوليفينولات والفلافونويدات كذلك. البوليفينولات هي التي تعطي هذا اللون، وكذلك يعني المواد الدابغة، هذا يعني الحمض الطانيك وحمض الإيلاجيك كذلك والكلورجينيك، هذه يعني الكاروتين لونه في الطبيعة أصفر، يعني هو عليين، والكاروتين خلقه الله بهذا اللون يعجب في العين لكي نستهلكه، لأن يحبب لنا الله سبحانه وتعالى الأشياء باللون لما تكون صفراء، مثل المشمش، مثل البرتقال، مثل يعني الشمام هذا الأصفر، مثل أشياء كثيرة لديها هذا اللون الأصفر أو الذي يميل إلى البرتقالي. يعني اللون الأصفر لون السرور ولون الغبطة، واللون البرتقالي لون الثراء، لون الرخاء والثراء. فهذا اللون الأصفر هو لون الكاروتين، وهو يعجب في العين، والكاروتين هو الذي تعمل به العين، لأن البيتا كاروتين يتحول إلى رودوبسين في العين، والرودوبسين هي التي فيزيولوجيا العين تعمل بالرودوبسين لما نرى الألوان ولما نرى الأشياء هكذا، يعني ليست مضببة ولا أشياء يعني تكون نعم. فهذه المضادات للأكسدة هي موجودة في كل نبات، من البوليفينولات ومن الفلافونويدات، منها فيتامينات كذلك، أربع فيتامينات مضادة للأكسدة: الأي والسي والكي والإي، يعني بالفرنسية أو. هذه الأربع يعني فيتامينات. ثم هناك معدن السيلينيوم كذلك، السيلينيوم موجود في بذور القرعيات، وموجود في السمك، وموجود في الترفاس الكمأة، هذا السيلينيوم، وموجود كذلك قليل منه في بعض الحبوب النشوية، شوية سيلينيوم، ولكن يبقى السمك والنوى القرعيات هما يعني المصدر الأساسي لمعدن السيلينيوم. يوجد كذلك في بعض خشاش الأرض،
يعني هذه الأوراق التي الناس الآن يتغدون على فاست فود وعلى حلويات وعلى مقليات ومشويات ومشروبات غازية وما إلى ذلك، هذه المواد تخلو من المضادات للأكسدة تمام، تخلو من المضادات للأكسدة وتمتلئ بالأشياء التي تعطي جذور حرة. إذا كانت جذور حرة في غياب المضادات للأكسدة يكون مرض، يكون سرطان، يكون أمراض مناعية، يكون ألزايمر، يكون أي شيء هذا. ولذلك هذا البرنامج نحن نتكلم فيه عن أشياء قوية كانت مغيبة، وإذا فهمها الناس فإن شاء الله لن تكون هناك أمراض. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بتوازن، وأن حكمة الله أن ليس هناك شركة وليس هناك شخص يقدر على تمثيل أو صناعة هذه المكونات. الزيتون فيه مكون الأولوروبين، والأولوروبين يتحول إلى التيروزول والهيدروكسي تيروزول، قليل من حمض الكافيك، قليل من حمض الطانيك والكلورجينيك. هذا الزيتون، هذه مضادات للأكسدة، يعني قوة المضادة للأكسدة للزيتون هي قوية جدا. التفاح في حمض الكلورجينيك وفي حمض الإيلاجيك، الرمان في حمض الإيلاجيك وفي حمض الطانيك كذلك، هذا وفي فيتامين سي، لأن الفيتامين سي كذلك مضادة للأكسدة. الأوراق الخضراء فيها الكلوروفايل، ويعني كل نبات فيه أشياء، يعني وإذا تتبعنا اللائحة سنجد أن الله سبحانه وتعالى وزع المضادات للأكسدة في النبات كي ننوع التغذية. النباتات التي تكون في فصل الصيف فيها مضادات للأكسدة من نوع خاص، النباتات التي تنبت في فصل الخريف فيها مضادات للأكسدة من نوع آخر، النباتات التي تنبت في فصل الربيع فيها مضادات للأكسدة لهذا الفصل. وهذا هو التوازن، وليس التوازن الذي يتكلم عنه بعض الباحثين، هذا هو التوازن الحقيقي، هو التوازن في الوقت، أن خضرة تخرج في وقتها، إذا استهلكتها خارج وقتها ليس فيها مضادات للأكسدة. أن الآن دراسات التي أجريت على الخرشوف مثلا، الخرشوف البلدي البري كان ينبت لوحده لا نزرعه، كان فيه 20 حتى 25% سيليمارين سينارين. سيليمارين سينارين هي بوليفينولات توجد في الخرشوف. الخرشوف لما بدأنا نزرعه وبدأنا نحور البذور ونزرعه صار يعني التركيز سيليمارين 5% نقص يعني بكثير. فيعني اللائحة طويلة، أنا قلت كل نبات فيه مضادات للأكسدة. هذه الشيبة نبات الشويلاء، هذه الشيبة اللي نشرب بها شاي، يعني هذه فيها الأبسنتين، مادة الأبسنتين والأجوين. نعم، ما دورها؟ الثوم، الثوم والبصل فيه الأليسين. نعم، مكون الأليسين. نعم، القرفة فيها حمض السيناميك والألديهايد السيناميك، هذه في القرفة. يعني هذا البلوط في الكويرسيتين، الزيتون في الأولوروبين، الخرشوف في سيليمارين والسينارين، سيليمارين أن سينارين، هذه موجودة في الخرشوف. ثم هناك بروتينات مضادة للأكسدة في البطاطا الحلوة. هذه بطاطا الحلوة تنفرد عن النبات، سويت بوتيتو، هذه تنفرد عن النبات لأن المضاد، لأن القوة المضادة للأكسدة هي من بروتين وليس بوليفينولات، هي فيها بروتين هو المضاد للأكسدة. وكذلك نبات القلقاس، نبات القلقاس كذلك فيه مضاد للأكسدة. ثم مشيوا مثلا الحبة السوداء فيها النايجيلين، إذا مشينا الكركم، الكركم فيه الكيوركيومين، هي كيوركيومين مضاد للأكسدة. الزعتر فيه التيربينات، يعني في لائحة طويلة من التيربينات، هذه المكونات المضادة للأكسدة. نرجع للمشمش، فيه البيتا كاروتين، والبيتا كاروتين ليس في المشمش فقط، إنما موجود في كثير من النبات، يعني هذا البيتا كاروتين، والبيتا كاروتين مع الفيتامينات المضادة للأكسدة. يعني النباتات البحر فيها كلوروفايل، يعني الكلوروفايل هو مضاد للأكسدة. هذا يعني إذا تتبعنا خلق الله سبحانه وتعالى نجد أن في كل شيء يعني سبحان الله مادة مضادة للأكسدة. أكثرها مثلا نبات بسيط لا يأكله الناس، وعندنا في المغرب موجود الرجلة، نبات الرجلة أو البورسلين بالأنجليزية، البورسلين هذه فيها السيلينيوم وفيها حمض الأوميغا 3 وفيها يعني قوة مضادة للأكسدة، يعني ما شاء الله يعني باهرة جدا. وإذا طحنت الرجلة تؤكل طازجة، إذا طحنت مع الماء وشربت فهي يعني تجعل الجسم يحيا، يعني يتخلص من الجذور الحرة. وكذلك أنيميا والهشاشات العظام وهذه الأشياء، فالجسم يترمم بهذه. والأشياء الطازجة، الأشياء الطازجة هي التي تنفع فيما يخص المضادات للأكسدة. حتى ولو طهونا هذه الأشياء فالنار لا تتلف المضادات للأكسدة، ولا يعني تبقى، طبعا هي تبقى، ولكن الأنزيمات يعني سنقضي عليهم لما نسخن الشيء أو نطهو هذا الشيء. طبعا دكتور، في ذكرت العديد من خصائص بالنسبة لمضادات
مضادات للأكسدة، طبعا ستشرح لنا كيف إن شاء الله. كيف تعطينا القوة وكيف تؤثر على صحتنا وكيف يعني نستعملها بطريقة جيدة ونستفيد منها. إذا مشاهدي الكرام نتوقف للحظات ثم نعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. دكتور، كيف لهذه المضادات للأكسدة أن تعمل على تحسين صحتنا؟ نعم أكيد، وتأثير المضادات للأكسدة في الجسم، ويعني كل الطب منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان واستعمره الأرض كان دائما يتعالج بالنبات، لأن قوة العلاج للنبات هي المضادات للأكسدة، تعود للمضادات للأكسدة. نعم. يعني في الأخير. نعم. ولذلك يعني نحن نركز وننصح الناس ونؤكد على النظام النباتي. نعم. أو يكون نباتي أو مختلط، لكن يجب أن يكون النبات غالب، وكلما تناول الناس نبات طبيعي أو يعني كل نبات منوع فسيكون هناك حصة كبيرة من هذه المضادات للأكسدة. العامل الأول الذي تعمل به المضادات للأكسدة هي أنها تتصدى للجذور الحرة، يعني مضاد للأكسدة هو يضاد أكسدة الخلايا، وهذه الخلايا تتأكسد بالجذور الحرة، فالجذور الحرة هذه المضادات هي تشد وتربط الجذور الحرة ولا تتركها يعني تؤكسد الخلايا. إذا تأكسدت الخلايا يكون مرض، يكون سرطان، يكون ألزايمر، يكون يعني أي مرض يعني في الجسم. فخلايا الدماغ مثلا لما تتأكسد، تشيخ وتفقد فيزيولوجيتها ووظيفتها، يعني مادة الميايلين هذه الموجودة على الخلايا الدماغ، يعني لما يكون خلل أو تنقص أو تذوب هذه المادة يكون ألزايمر، يكون باركنسون، يكون أي يعني يكون سكلروزيس ملتيبل سكلروزيس، يكون أي شيء، يعني هذه الجلطات الصغيرة الدماغية التي تظهر في 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 الصورة، لما يكون تأكسد على مستوى القولون يكون سرطان القولون أو سرطان المستقيم. أكيد. لما يكون تأكسد داخل الشرايين يكون هناك مشكل أمراض القلب والشرايين، يعني الأتيروسكلروزيس هذه تأتي من شيخوخة النسيج الشرايين من الداخل لما تخدش بالهوموسيستين، والهوموسيستين يعني تأخذ لا تتأكسد لكي تصبح السايستين كي تخرج من 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 الجسم. فالمضادات للأكسدة العامل الأول أنها تتصدى لجذور الحرة، والجذور الحرة هي العدو اللدود داخل يعني داخل جسم الإنسان. نعم. الجذور الحرة تساعد على ضبط الفيزيولوجيا عبر الهرمونات، لأنها تسمى هرمونات. نعم. جيد. ثم أنها تتصدى لتأكسد الكوليسترول. نعم. يعني لا تترك الـ HDL يتأكسد إلى الـ LDL، يعني كوليسترول الحميد إلى كوليسترول الخبيث. نعم. ثم أن المضادات للأكسدة تزيل جميع السموم من الجسم، يعني تخرج جميع السموم من الجسم بما في ذلك المعادن الثقيلة. نعم. فهذا هو القوة العلاجية الموجودة في النبات. نعم. وأن النبات هو طعام الإنسان الأصلي. نعم. أن الله سبحانه وتعالى لما أسكن سيدنا آدم عليه السلام في الجنة، يعني الرمز التغذية هو الشجرة، يعني رمز الله سبحانه وتعالى بشجرة. يعني لما قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني ولا تقرب هذه الشجرة، بمعنى أن سيأكل من كل الثمار وكل الأشياء الموجودة في الجنة، ولكن شجرة معنى أنه رمز إلى تغذية آدم عليه السلام سبحانه وتعالى بالشجرة، ثم كان يأكل من ثمار الجنة، ثمار هي نبات. نجد آيات عديدة تتكلم عن الحب وعن الزرع وعن النبات، ثم بعض الأشجار التي تتردد في القرآن. لماذا لا تتردد أشجار أخرى؟ التين والزيتون دائما. نعم. التين والزيتون والتمر والعنب والرمان. نعم. هذه دائما أشجار تتردد. نعم. ويأتي معها الزرع. نعم. يأتي معها الزرع أو الحب. نعم. هذه تتراجع يعني في صورة الأنعام، في صورة الرعد، يعني في صورة هذه. نعم. نعم. هذه دائما يعني في صورة عبس، في صورة النحل. نعم. دائما لما نجد السياق القرآني لما يتكلم عن تغذية الإنسان يضيف هذه الأشجار. نعم. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا من خلال هذه الآية أن هناك مضادات للأكسدة يجب أن تكثروا منها أو يجب أن تتغذوا عليها. نعم. في سورة عبس، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. يعني العنب والقضب والزيتون والنخل. قوة المؤكسدة للتمر قوة عالية.
قوة المؤكسدة للزيتون قوة عالية، ولكن أن لا يضرب بالصدى لنكون واضحين لكي نبين للناس، نحن لا نضلل الناس. الزيتون يجب أن لا يعالج بالصودا، إذا عولج بالصودا فهو ليس زيتون ولا يصلح شيء لشيء، وربما يحدث أشياء يعني في الفم وفي المعدة. لماذا؟ لأن الصودا الكاوية هذه خطيرة جدا للجسم. ويعني هذا الأسلوب ليس أسلوب عربي وأسلوب يعني إيطالي إسباني، هذه معالجة الزيتون بالصودا. ولماذا يعني تضاف إليه؟ هو مستحدث يعني لتحليتي لأن الناس لا يقدرون على المذاق المر. فيعني هذه مكون الأوروبيين هو حساس للصودا pH 14 يعني 14. يعني لما نصعد pH 14 فيتحلل هذا الجليكوزايد هذا الأوروبيين، ثم يصبح الزيتون حلو يعني مذاق مر. إذا أصبح الزيتون حلو فهو لا يصلح للعلاج ولا يصلح للتغذية. يجب أن يكون زيتون مر. إذا أردنا أن نستفيد من الزيتون يجب أن نأكله من الشجرة. هذا المذاق المر هو نعم جيد؟ من الشجرة، كلما كان مر كلما كان جيد، لأن جميع البوليفينولات والفلافونويدات والمضادات للأكسدة هي مرة. أنا السيدر مر، الزيتون مر، الرمان مر، البلوط أو الفلين مر. يعني جميع أوراق الأشجار مرة، يعني حتى الزعتر مر. ليس سهل يعني مذاقه ليس سهل. هي لديها مذاق مر ولونها يتغير، ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن باللون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فالأهمية الصحية هي تصلح لجميع، هي تحفظ الجسم أولا. مضادات الأكسدة تحفظ الجسم، هي موجودة في خشاش الأرض بكثرة، في الخبيزة وفي السكوم وفي السلق وفي الحماض وفي هذا القراص وفي يعني خشاش الأرض هذا اللي نأكله طازج، موجودة في الخضر، موجودة في الأوراق الخضراء، موجودة في الحبوب، موجودة في القطاني، موجودة في الخضر. يعني الخرشوف عنده يعني قوة مضادة للأكسدة، اللفت عنده قوة مضادة للأكسدة، الصفرجل عنده قوة مضادة للأكسدة، التفاح عنده قوة مضادة، العنب فيه ريزفيراترول، يعني مكون ريزفيراترول يحفظ القلب. لماذا؟ لأنه يحفظ من تأكسد الكوليسترول فقط، فلا تتكون هذه السدادات داخل الجرايين. والريزفيراترول هو ريزفيراترول يسوي الهرمونات عند النساء. الأوروبيين وحمض الإيلاجيك هذه الأشياء تسوي الهرمونات عند النساء. الكويرسيتين هي ترطب الجهاز التنفسي. الأشخاص اللي عندهم مثلا ربو وحساسية يتناولوا الأشياء الغنية بالكويرسيتين، والكويرسيتين تهدئ، يعني هي تقريبا مفعولها 70% أو أكثر من مفعول هذه الأشياء البخاخات التي الكيماوية التي يستعملها الناس. مادة الكويرسيتين. الفيتامينات كذلك مضادة للأكسدة، يعني هذه الفيتامين A و C و E K هذه موجودة بكثرة في الأوراق الخضراء، موجودة في الكرفس، موجودة مقدونيس، في الكزبرة الخضراء، موجودة في الفول الطري، في البسيلة الطرية، موجودة في هذه اللي تكلمنا عليها رجلة، موجودة كذلك في الخبيزة، موجودة في القراص نبات الحريق هذا، موجودة في الحماض نبات الحماض، موجودة في هذا الخشاش، موجودة في هذه الأوراق نسميها نحن في علم التغذية A C K، فيها فيتامين A فيتامين C فيتامين K. هذه هي الفيتامينات القوية المضادة للأكسدة. إذا كان مستوى فيتامين سي تقريبا 20 ملغرام إلى 30 ملغرام في اليوم لا يصاب الجسم بسرطان. إذا كان مستوى المضادات للأكسدة 70 ملغرام لا يمكن للجسم أن يصاب بشيخوخة ولا حتى الشيب لا يظهر على الشخص، لأنها تحفظ الجسم وتحفظ شيخوخة الجسم كما تفضلتي في المقدمة. الجلد، نعومة الجلد والأظافر يعني الشعر وكذلك الجهاز الهضمي والتركيز، يعني الجهاز العصبي يعمل جيد. لماذا لم تكن هذه الأمراض أمراض النسيان والجهاز العصبي مثل السكليروزيس؟ سكليروزيس ملتيبل سكليروزيس تصلب اللوائحي هو مرض يأتي مباشرة من نقص في المضادات للأكسدة. هذا يعني لماذا؟ لأن لما هذا الأشخاص اللي عندهم ملتيبل سكليروزيس ليس له دواء، يعني الأمراض المزمنة ليس لها دواء وأمراض مناعية ليس لها دواء. الملتيبل سكليروزيس لما يتوقفوا عن تناول السكر والحلويات والمشروبات الغازية والمواد الصناعية والطهو في الألمنيوم والتيفلون ويطبخوا بزيت الزيتون ونظام طبيعي تتحسن حالتهم 60%. نعم، لما يكثروا من حمض الأوميغا 3 ويكثروا من المضادات الأكسدة حالتهم تتحسن ب 98% بدون أي مشكل. هذه ولكن يعني أن نعتمد على الأنترفيرون لوحده ثم نقول أن لدينا حل، هذا ليس حل مؤقت
وحل موجود في السوق فقط. أما يعني هذه الأمراض هي أمراض تأتي من تأكسد داخلي، خلل فيزيولوجي، خلل داخلي، فيجب أن يعني أن يكون العلاج أو الحل عبر التغذية وليس عبر الأدوية. فكلما خرج النظام الغذائي للإنسان عن نمطه الطبيعي العادي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، كلما يعني زاغ عن هذا الطريق كلما أصيب الشخص بأمراض. فالله سبحانه وتعالى وزع الأشياء على الفصول. نجد مثلا في المغرب، أعطي مثال في المغرب، والمغرب ولي في أكبر عدد للفواكه، أكبر عدد للخضار، أكبر عدد للمواد للغابة، أكبر عدد لخشاش الأرض للنباتات الطبية مثلا. يعني كاين النواحي المغربية من أزرو تقريبا حتى الأطلس المتوسط، الأطلس الصغير، تقريبا أكثر يعني من 6000 عشبة طبية موجودة في هذه المنطقة، يعني من خنيفرة حتى رجعنا العيون المربيع، كلها صالحة. نعم أكيد، هذه لا نحن نعرف إلا القليل. هذه المضادات للأكسدة هي موجودة في الطبيعة. نعم. يكفي أن المغرب مثلا. نعم. خضر، نأخذ الخضر. نعم. بسيطة جدا. نعم. نأخذ الخضر، نجد مثلا في فصل الربيع عندنا البصل الطري. نعم. أوراق البصل الطري. نعم. عندنا الفول الطري. نعم. عندنا الجلبانة الطرية. نعم. وعندنا الخرشوف لا زال يستهلك. نعم. وعندنا خشاش الأرض كله يخرج في فصل الربيع، وفصل الربيع ليس فصل اللحوم. نعم. فصل الربيع ليس فصل اللحوم. نعم. هو فصل الربيع وفصل النبات. نعم. خشاش الأرض كله يخرج من الأرض. نعم. ممكن أن نستهلك خشاش الأرض بكثرة، الخبيزة والحراق والحماد والقراص، كل هذه الأشياء تخرج في فصل الربيع. بعد فصل الصيف ليس فيه خضر. نعم. لأن الحيوانات تسمن وفيه لحم فصل الصيف، فيه أعراس، فيه أفراح، فيه يعني ولائم، فيه أشياء. يبقى البصل فصل الصيف، يقطين والبصل، ثم يدخل في شهر 8 يكون صفرجل، وبعد الصفرجل بطاطا الحلوة، سويت بوتيتو، والقلقاس كذلك جيريزاليم أرتيتشوك، ثم بعدها الخرشوف والكرفس، يعني هذه الخضر الشتوية، وتبقى البامية، هذه اللي كنسميوها في المغرب ملوخية، يعني الملوخية المغربية وليست الملوخية المصرية طبعا. أكيد. يعني هذه البامية هي على مناطق كثيرة في المغرب عندها فيها البامية. البامية كتبقى في فصل الصيف، هي خضرة صيفية لأنها تحب الشمس، هي والطماطم، البامية والطماطم. يعني لما ننظر إلى الفصول نجد أن الله سبحانه وتعالى نوع، ليس نحن والله نوع، يجب أن نتبع الناموس الكوني. أكيد. فقط. أما لما يتكلم الذين ينصحون الناس نوعوا، أي نوعوا بالخضرة التي توجد في الفصل في موسمها، لأن نجد أن الآن الاستهلاك طول السنة بطاطس بصل طماطم. نعم. طول السنة، يعني السنة كلها يكون تغيير. هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ هناك العديد من الخضار والفواكه موجودة على طول السنة. نعم، لأن البطاطس والطماطم إذا خرجت على موسمها. نعم. ترتفع مادة السولانين. نعم. مادة السولانين سامة في هذه. نعم. فتحدث غازات في الأمعاء، تحدث غازات في الأمعاء، وتحدث آلام في المفاصل، بروستاغلاندين. نعم. هذه، فيجب أن نتبع الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه وضع هذا الميزان في الأرض، يعني لما وضع الأرض وضع فيها ميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل ورمان، يعني هذه الأرض التي وضعها الله، هذه الشيء الميزان، ويوصينا الله سبحانه وتعالى بأن لا نطغى في هذا الميزان. أكيد. وأن لا تطغوا في الميزان. ولنختم هذه الفقرة، الذين طغوا في الميزان، ميزان طبيعة، كلهم أصيبوا بأمراض، أمراض القلب والشرايين، هذه الأمراض الجهاز العصبي، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجلدية والسرطانات. العالم الغربي اختل لديه الميزان، معنى أنه غلب الأجبان واللحوم على النبات، أما العرب كانوا يغلبون النبات على اللحوم يعني كلم تكن هناك أمراض. أكيد. وإذا غلبنا اللحوم على النبات لقد طغينا في الميزان. أكيد. فيجب أن نغلب النبات على اللحوم، أو أن نسحب اللحوم من النظام الغذائي اليومي. لماذا؟ لأن اللحوم تسبب حموضة الدم، تكلمنا في حلقة عن حموضة الدم، اللحوم والسكر تسبب حموضة الدم وتخلف جذور حرة وتخلف غازات خطيرة في الأمعاء. النبات طبعا يمتص هذه الجذور الحرة ويرطب الجهاز الهضمي كي يتخلص من هذه الأشياء. أكيد. بسرعة. ويعني هذا هو التأثير الذي تحفظ به المضادات للأكسدة الجسم، هي تمنع التأكسدات الداخلية التي تؤدي لجميع الأمراض. شكرا لك دكتور، ونتمنى طبعا أن يستفيد الجميع مما ذكرت، والله سبحانه وتعالى حبانا بهذه النعم في تغذيتنا ولكي نستفيد منها بطريقة صحيحة. إذن مشاهدي الكرام، سنعود بعد قليل لنجيب عن كل أسئلتكم، وطبعا دائما نرحب باقتراحاتكم التي تردنا عبر البريد الإلكتروني وصفحة الفيسبوك.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الفقرة طبعا التي نخصصها للإجابة عن كل أسئلتكم واقتراحاتكم التي تردنا عبر البريد الإلكتروني وصفحة الفيسبوك. دكتور، هناك سيدة تقول أنها تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ونصحها بعض الأطباء بأخذ مضادات للأكسدة على شكل أقراص، هل هي جيدة وهل تحل محل مضادات الأكسدة الطبيعية؟ نعم علينا، هذه المضادات للأكسدة هي لا يمكن أن تصنع كيماويا، هي نعم. مضادات الأكسدة تستخرج من هذا ما تريد أن تستخرج من تستخرج نعم. من النبات نعم. فبالنسبة علي، بالنسبة للولايات المتحدة ولا حتى بعض الدول التي يصعب على المواطن الوصول إلى خشاش الأرض أكيد. وإلى الخضر والفواكه الطبيعية نعم. فممكن أن إذا كان ميسور لأنها باهظة الثمن نعم. ممكن لأن ثمن اللايكوبين وثمن الأوميغا 3 وثمن هذه الأشياء ليس 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 في متناول الناس أكيد. ومع التغطية الصحية هي لا يعني لا تتدخل في هذه الأشياء نعم. الطبيعية لأنها نعم. تدخل في المكملات الغذائية وليس في أكيد. الأدوية نعم ممكن لهذه السيدة أن تأخذ يعني المضادات الأكسدة نعم. فالسوق فيها اللايكوبين، فيها الريزفيراترول، فيها الكلوروفايل، فيها السيلينيوم، فيها نعم. الحمض الأوميغا 3، فيها نعم. كذلك السيليمارين. السيليمارين موجودة الآن في الأسواق على شكل محلول نعم. يعني ليشرب، ولكن إذا كانت على في في على شكل يعني خضر أو فواكه نعم. إذا كانت في نظام الغذائي ممكن يكون أحسن نعم. إذا كانت طبيعية السيليمارين موجودة في الخرشوف نعم. لماذا نشتري سيليمارين؟ لماذا؟ نعم. هي موجودة في الخرشوف، لماذا نشتري سيليمارين؟ نعم. فهذا الخرشوف يعني إما رؤوس الخرشوف الكامب هذه اللي يعني هذه اللي كنسميها القوقة نعم. إما رؤوس الخرشوف أو حتى يعني جذور الخرشوف ولا حتى أوراق الخرشوف نعم. هذه تطحن مع ماء يعني ماء معدني نعم. تكون طازجة نعم. تطحن مع ماء معدني وتشرب فيها كمية هائلة من السيليمارين نعم. بدون أن يصرف الناس أموالهم في هذه الأشياء وهي نعم. موجودة الآن، هي موضة الآن، هي موضة هذا بيع المكملات الغذائية وبيع المضادات الأكسدة هو موضة نعم. ثم أن هناك إغراءات أنهم يكتبون عليها أشياء نعم. يعني تصلح لعلاج كذا وتصلح لكذا وكذا، وهذا لا نريده، نحن لا نريد هذه الأشياء، نحن نريد أن يتبع الناس نظامهم الغذائي فهو فيه يعني المضادات للأكسدة وفيه فيتامينات، فيه أملاح، فيه كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق متكامل نعم. يعني ليس هناك نقص في الخلق أكيد. يعني الخلق متكامل، يكفي أن نتبع الناموس الكوني الذي خلقه الله ويكون عندنا مضادات للأكسدة كافية يعني في نظامنا اليومي. هناك سؤال أيضا وردني عبر صفحة الفيسبوك من سيد يقول، هل تؤثر مضادات الأكسدة سلبا على صحتنا إذا كانت هناك زيادة؟ لا، هي الأشياء النباتية الطبيعية الموجودة في الأغذية لا تضر، لا تشكل أي خطر جيد. يعني تأخذ 100 ملي جرام مضادات الأكسدة ولا حتى 5 جرامات مضادات الأكسدة ليس هناك أي مشكل، بالعكس كلما ارتفعت، لأن تكلمنا في الفقرة الثانية تأثير على الصحة، هي تحفظ الجسم من الجذور الحرة نعم. لأنها تتصدى للجذور الحرة وهي ترفع المناعة وتسوي الهرمونات وترفع الأبوبتوز نعم. هذه الأبوبتوزيس، لأن يعني الميكانيزم الأبوبتوز لما يصعد طبعا ينقص احتمال السرطان يعني نعم. هذا هو يعني لأن الأبوبتوزيس هذه هي طبعا داخلة في مناعة الجسم وهي المضادات للأكسدة ترفع من هذه الأشياء في الدم وترفع في الجسم نعم. أكثر من ذلك يعني هي تغسيل الأعضاء، الكبد والطحال يعني والكلية والقلب والمعدة والأمعاء، تغسيل هذه الأعضاء، لأن المضادات الأكسدة هي سريعة التفاعل يعني ويعني وقوية كذلك في التفاعل، فهي يعني تشد هذه الكينونات والمخلفات التي تتركب يعني في الأعضاء، الكينونات تكون في الكبد، تسمم الكبد، ثم كذلك هي تخفض المؤشرات الخطيرة التي نعرف بها الأمراض مثل الألفا فوتو، مثل السي آر بي، مثل الترانزاميناز، مثل الفيريتين، مثل هذه الأشياء يعني التي المؤشرات في التحليلات نعرفها، هي تخفض الترانزاميناز مثلا في الكبد لما يكون التهاب كبد بيوسي نعم. لما يتناول الشخص سيليمارين نعم. لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع فالترانزاميناز ترجع طبيعية يعني بين 30 و35 ليس هناك أي مشكل نعم. هناك أيضا سؤال تقول السيدة، يعني هذا وردني عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، هي تتناول الخرشوف الشوكي نعم. ونبات الرجلة، فتقول أن يعني الخرشوف
يصيبها يعني يسبب لها غازات قوية في الأمعاء، ونبات الرجلة يصيبها الإسهال. يعني يفسر لنا هذه الظاهرة. نعم، جميع الأشياء التي تسبب إسهال هي جيدة لغسل الجسم، يعني لا خوف منها. من لما نبدأ في العلاج الطبيعي لا بد وأن يمر الجسم من مرحلة محنة، مرحلة كريزيس. لا بد، يعني لا يمكن. فهذه الإسهالات ولا حتى بعض الأشياء التي تظهر في الجسم مثل العياء، مثل الآلة، مثل هذه أشياء جيدة. يعني في رمضان مثلا، في رمضان الناس يحسون بأشياء غريبة في اليوم الأول والثاني والثالث. لماذا؟ لأنهم دخلوا في نظام جيد، والصيام وهذا النظام طبعا الجسم يخرج تلك السموم. نعم، يدخل في الكلينس. ولما نعمل كلينس طبعا لا يبدا يكون هناك نوبه، يعني يكون يعني دكتور انا تعجبني كلمه تقولها عندما يسالك شخص ما انه اصيب بدوار واصيب بعياء ويعني بالم الراس، تقول له ابشر. نعم جيد. هذه الكلمه قويه. نعم جيد، لان يجب على الجسم يصاب بمرض، يجب ان هذا الجسم ان يشفى بنفسه، يعني كي تزداد المناعه. أما أي شخص يصاب بمرض مع الثامنة صباحا ثم يجب أن يعالج مع التاسعة، هذا لا عليه شيء. فكان الناس يأخذون الفراش وينتظرون، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهور إن شاء الله. كان لما يعيد المريض يقول طهور صلى الله عليه وسلم. نحن طهور، طهور إن شاء الله، طهور من الذنوب. وطهور كذلك من مناعة الجسم ترتفع ويطهر الجسم من كل هذه الزوائد. يعني طهور كونيا وطهور كذلك معنويا وغيبيا عند الله سبحانه وتعالى، أن يغفر الذنوب. والرسول صلى الله عليه وسلم ما من شوكة تصيب العبد إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها سيئاته، يعني أو كما يقول يعني صلى الله عليه وسلم. محمود وجميل. نعم، نعم. والناس الآن يتجرون من المرض ولا يريدون يعني جرح في الدم، لا يريد هذه الأشياء. فإذا أصيب بهذه الأشياء يحمد الله أولا، يحمد الله أولا، يحمد الله حتى ولو كانت حديدة سير. أكيد. الحمد لله أولا، الحمد لله، الحمد لله على قدره، الحمد لله. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. هذا السيدة تأكل خرشوف يسبب لها غازات لأنها تأكل الحلويات ومشروبات غازية. الخرشوف لا يسبب غازات إلا إذا كانت الأمعاء يعني مغسولة من البكتيريا الصديقة. أكيد. لما لا تكون بكتيريا صديقة. وهذه السيدة علامة جيدة عندها، ولكن علامة خطيرة في نفس الوقت. علامة جيدة على أن البكتيريا عندها في الأمعاء ليست متوازنة، البكتيريا الصديقة. هذه البروبيوتيك عند عدم توازن في البروبيوتيك. جميع الأشخاص اللي كياكلوا بطاطا الحلوة والخرشوف والخضر القوية مثل اللفت ويعملوا إسهال، هذا دليل على عدم بكتيريا الصديقة أو يصابون بغازات. نعم، غازات. والشيء خطير في نفس الوقت، هو شيء جيد لأن تعلم الآن، علمت هذه يعني كعلامات جيدة لأن تعرف المرض، ولكن خطيرة جدا. لماذا؟ لأن هذه الأشخاص هذو عندهم هذه البكتيريا الصديقة يعني غير موجودة في الأمعاء، عدم توازن، ثم ممكن أن يتسبب لديهم أي مرض في أي وقت. فقبل أن تتناول هذه السيدة ولا غيرها، قبل أن نتناول القطاني أو الخضر القوية مثل البطاطس الحلوة، مثل الأشياء البقوليات، وهذه بقوليات مثل الرجلة ومثل هذه الأشياء، يجب أن نقلع عن تناول المواد الصناعية. ثم نبدأ يعني بقليل، ثم يجب أن نأخذ أسبوع أسبوعين لتتوازن الفلورا الداخلية، الميكروبيوتا داخل الأمعاء، ثم لا يكون هناك أي مشكل. ما يكون هناك أي مشكل، لأن الخمائر طبعا ليست، هذه الخمائر الموجودة في الأمعاء هي التي تسبب هذه الانزعاجات. نعم. إذا كانت خمائر قوية، والخمائر أصبحت قوية الآن، كانديدا. نعم. خميرة الكانديدا أصبحت قوية، خصوص مع التغيير الوراثي، مع النباتات المغيرة وراثيا. هذا هو المشكل. هي تحفز، نعم، هي تقتل البكتيريا اللبنية، بكتيريا البروبيوتيك، وتحفز الياست، تحفز هذه الخميرة الكانديدا. هذا مشكل نسميها نحن في علم التغذية الحساسية الداخلية. نعم. يعني عدم القابلية والحساسية الداخلية، يعني داخل الأمعاء، وهو شيء جديد. هذا شيء جديد، يعني نحن اكتشفناه منذ يعني أسابيع، يعني شيء جديد. وهذا عدم توازن الميكروبيوتا، عدم توازن البكتيريا الصديقة في الأمعاء، هو الآن الذي يعني يوزع الأمراض ويشجع الأمراض. ولذلك قلت علامة جيدة أن الشخص يعلم أن لديه مرض، ثم علامة خطيرة لأن هذه السيدة وصلت إلى مستوى أنها قريبة من الأمراض. إذن هناك سؤال أخير دكتور، تقول سيدة تجلب البقولة من الحقول. نعم. هل هذه البقولة يعني حتى هي مرشوشة؟ الخبيزة يعني. البقولة خبيزة. نعم. يعني حتى هي مرشوشة بال نعم. بالمبيدات. هي اللي لازم تعرف، هذا جميع الناس اللي كي يجمعوا الخبيزة يجب أن يعلموا هل هذا تمت معالجته بالمبيدات. نعم. يسألوا على الأقل، يجب أن يقتنوا هذا الخشاش هذا بعيدا من السكان.
نعم. لأنه يكون ملوث بالبراز وبالأشياء القادرة، ثم يجب أن لا يكون الحقل عولج بالمبيدات، سيكون غير معالج بالمبيدات ثم لا يكون هناك أي مشكل. فهذه مثلا فرضنا أنها معالجة، هذه اللحظة معالجة يجب أن لا تستهلك الخشاش نهائيا. لا لماذا؟ لأنها هي من النباتات المزعجة في الحقول. لما يعالج الفلاحة يعني الحقول يجب أن يقضوا على هذه الأشياء، فهي الخبيزة بعد تموت يعني تحت تأثير المبيدات. نعم. يعني وأشياء أخرى جميلة جدا، ولكن مع الأسف هي يعني تقضي عليها هذه المبيدات. نعم. حتى الدوم، جدر الدوم فيه مواد دابغة جيدة، كان يستعمل لدبغ الجلد، والآن الدوم لا يستهلكه الناس، وهذه جذور الدوم هي جيدة للأمعاء لأنها تقضي على بكتيريا الإليكوباكتير، ولكن ليس لأننا قلنا استهلاك الدوم يقضي على البكتيريا الناس يستعملونها كعلاج. هي لما تكون في الفصل لا تستهلك طول السنة، لما تكون في الفصل لما يخرج هذه الأوراق الأولى ثم يذهب الناس ليأخذوا هذه الرؤوس من الدوم ثم يأكلوها، فهي جيدة. يعني خشاش الأرض كله جيد للصحة، خشاش الأرض كله يحفظ الجسم، خشاش الأرض محمل بالمضادات للأكسدة، لا نحتاج مكملات ولا نحتاج شراء هذه الأشياء من صيدليات، ولا نحتاج حتى شراء. أنا يعني هنا في المغرب كاين نساء التقيت بهم يعني اشتروا السيليمارين، محلول السيليمارين من القاهرة من مصر، عندهم عائلتهم تما يعني أحبابهم في القاهرة، وأرسلوا لهم يعني هذه السيليمارين من القاهرة من مصر. فأنا قلت لهم ولماذا المغرب هو أول بلد في الخرشوف، أول بلد في العالم في الخرشوف هو المغرب، وليس الخرشوف يعني ماشي غير الخرشوف، جميع النباتات التي تعطي رؤوس مثل الخرشوف يعني هذه كلها يعني تحتوي على هذه الأشياء. كنا عليين إلى درجة أننا كنا كنجبنوا بها الحليب لأنها غنية جدا بالقوة مضادة للأكسدة، وفيها أنزيمات كذلك، وهذه الأنزيمات المجبنة للحليب تعني على أن كاين بروتياز، كاين ليباز، كاين أوكسيداز، كاين كاتالاز، كاين أنزيمات أخرى التي تساعد الجسم، والأنزيمات هي داخلة في العلاج. الأنزيموثيرابي الآن هو علم جديد، هذه العلاج بالأنزيمات هو جديد، والأنزيمات موجودة في النبات وموجودة في الطازج، لما نأكل حاجة طازجة غير مطهوة على النار هذه. فالطبيعة فيها مضادة للأكسدة، والله سبحانه وتعالى جاب مضادة للأكسدة في آية قوية في سورة النحل، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون، سبحانه وتعالى. ثم بعدها السمك، وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني هذا لما رتب الله سبحانه وتعالى الأنعام والخيل والبغال والحمير ثم النبات يعني ثم هذا خشاش الأرض ثم السمك، يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء لعلم التغذية في القرآن، وهناك أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن علم التغذية يدخل في سوسيولوجيا المجتمع، ويدخل في حياة الناس، جميع الأشياء التي تتعلق بحياة الناس والتي يمكن أن تسبب ضرر فهي جاءت في القرآن. وفي الأخير لما نتصفح الشرع، ما هو الشرع؟ الشرع كله حفظ الإنسان، تطهير الإنسان وحفظ الإنسان، لا من الأمراض ولا من الرذائل ولا من الشوائب ولا من فحش الكلام ولا من أي شيء، ولا من الظلم ولا من المنكر ولا من أي شيء. هذا هو الشرع، باش لك يعيش الإنسان نقيا طاهرا ويلقى ربه سبحانه وتعالى راضيا عنه إن شاء الله تعالى. سؤال آخر دكتور، سيد يقول أنه كلما تناول أشياء خضراء تضر يعني أمعاءه، ماذا يفعل؟ نعم، نفس علي، ماذا يفعل؟ يكمل، يقلع عن المواد الصناعية، وأن يرتاح، أن يشرب ماء بكثرة، ثم يكمل طريق، يعني كل يستهلك هذه كل الأشياء، يعني كل النباتات الخضراء، كل ما هو أخضر. نعم علي، هذا هما العلامات. وقال ربما أنني مصاب بحساسية في الأمعاء. هذا ليس حساسية في الأمعاء، ليس هناك علي حساسية، تحدثها المواد الصناعية، وتحدثها الجذور الحرة، وتحدثها المعادن الثقيلة، وتحدثها المحليات مثل الأسبرتين، مثل السكرالوز، مثل الأزيسيفات بوتاسيوم، مثل السايكلاميت، مثل هذه المحليات الكيماوية هي التي تحدث هذه الأشياء، المونوسوديوم غلوتاميت، ملح صيني يحدث هذه الانزعاجات، المضافات الغذائية، الملونات تحدث هذه الانزعاجات الإريتيتين. نعم، الملونات الموجودة في المشروبات الغازية وفي الحلويات وفي بعد حتى في النقانيق وفي المربى وفي بعض المواد الصناعية، هذه الأشياء تزعج. فيجب هذا الشخص يجب أن يقلع عن جميع المواد الصناعية المحملة بالمضافات الغذائية، أن يكون لديه طبخ المنزل، يعني أن يبدأ بطبخ هذه الأشياء ثم يأكلها طازجة من بعد. لماذا؟ لأنه سيرمم بكتيريا البروبيوتيك في الأمعاء،
سيرممها ثم يكون توازن هذه البكتيريا في الأمعاء ولا يكون لديه أي مشكل، ويجب أن يمر من هذه المرحلة، مرحلة الإسهال، مرحلة المغص، مرحلة الألم، حتى مرحلة التقيؤات. بعض الأشخاص تكون لهم تقيؤات، ليس هناك أي مشكلة، هذه مسألة عادية. يمكن هذه الأشياء التي تحدث تخيف الناس، يقول ربما أنني مصاب بمرض خطير. لا، هو جيد، وبالعكس جيد، فليبشر. لأن شوف مثلا، أعطيك مثلا، الفريق الوطني لما يكون رايح البلد يلعب يعني مباراة، يعني حال ما يصل إلى البلد وكل المنتوجات البلد ثم يصاب بإسهال. نعم يصاب بإسهال. لماذا؟ لأن الجسم غير معود على هذه الأشياء، وأن يعني الجسم مبرمج يعني ومنظم ليعيش على خضر وفواكه. مثلا في المغرب لما يذهب إلى المكسيك أو يذهب إلى دولة أخرى مثل نيجيريا أو فلما يأكل هذا الخشاش وهذه الخضر أو هذه اللحوم فهو يصاب بإسهال، يصاب بأمراض. يعني حتى فروق هذه الموسيقية والفولكلورية لما تشارك في يعني في مهرجانات خارج أرض الوطن، فيصاب الناس، يصابون بإسهال. وحتى أنني أخبرت أن هناك مجموعة فولكلورية، مجموعة يعني فنية، أنها أصيبت كلها بالإسهال عن آخرها، أصيبت كلها بالإسهال. هو أمر عادي جدا، سيظنون أنهم تسمموا. نعم، يجب أن لا ينزعجوا فقط، خصوص هذو لاعب الرياضات لما يحلوا ببلد ما يجب أن يأخذوا معهم أشياء على الأقل يأكلونها في الأيام الأولى التي يصلون فيها. لماذا؟ لأن السفر يكون طويل ويكون هناك انزعاج، والمسافر مريض طبعا، أكيد. يكون حالته النفسية يعني مضطربة، فيأخذوا معهم أشياء بسيطة. أولا يأكلوا، ألا يأكلوا في الطائرة، يجب ألا يأكلوا في الطائرة أثناء السفر، أن يشربوا ماء وأن يأخذوا فواكه فقط. أن يوفروا على الشركة يعني هذه الوجبة، أن يأخذوا ماء وفواكه أثناء الرحلة، ثم لما يهبطوا إلى الأرض، لأن الإنسان خلقه الله يعيش في الأرض ولا يعيش بين السماء والأرض، فهو لا يهضم، الإنسان لا يهضم بين السماء والأرض، لا يهضم بين السماء والأرض. لماذا؟ تكون المعدة منتفخة يعني بحال البالون، يعني منتفخة، والأمعاء منتفخة، لأن يعني الضغط الآن في الجو وكذلك الحرارة وما إلى ذلك في الجو، هي ليس الضغط على الأرض، والإنسان مخلوق يعيش في الأرض. ولذلك هناك أشياء تتعلق بهذا يعني برمجة الإنسان وتعود الإنسان على نمط ما. الأشخاص اللي كياكلوا مواد صناعية لما يغيروا نمط عيشهم إلى المواد الطبيعية يصابوا بإسهالات عادي. جيد، يعني وهذا شيء، ولكن هم ينزعجون وربما علينا. فيعني كل النبات، نختم، كل النبات فيه مضادات الأكسدة. الخشاش، الأرض، الأشياء التي تؤكل طازجة فيها مضادات الأكسدة أكثر، بمعنى أن الفواكه أقوى من الخضر في التغذية. الفواكه الطرية والجافة هي أقوى من الخضر في التغذية. أن الحبوب النشوية والقطاني مكون ضروري. أن زيت الزيتون، لو استهلك الناس زيت الزيتون يوميا فسيحصلون على كمية كافية من المضادات الأكسدة. إذا أضافوا شعير وتمر وحبوب نشوية وبعض الخضر سيحصلون على كمية حافظة للجسم، ليس هناك أي مشكل. علينا يبقى الأشخاص اللي بغين يشتروا مكملات واللي ميسورين وعندهم ما شاء الله يعني هذون عم لا يقدرون على شراء المضادات للأكسدة 5 و6، لا يقدرون على أنها باهظة الثمن. علينا باهظة الثمن، نحن نتكلم عن يعني عن مستوى العيش، وليس نتكلم عن الأشخاص اللي عندهم ربما شخص غدا تجيه رخيصة، ولكن نتكلم عن مستوى العيش العادي في المغرب. فالناس لا يقدرون على المكملات، ثم يجب أن يسحبوا من أدمغتهم بأن هذه المكملات علاج. المكملات الغذائية ليست علاج، ولا تستخدم ولا تستعمل للعلاج. فهي مكملات، كلمة أكملة، أشياء ناقصة في نمط العيش فنكملها بهذه فقط. إذا كان نمط العيش طبيعي وفيه يعني كل هذه الأشياء اللي تكلمت عليها، فلا يحتاج الناس لمكملات، ولا خوف يعني من أن يضروا بصحتهم.